لم يكاد يمر أسبوع على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية حتى جاء الدور على مطار بغداد الدولي. 3 صواريخ من أصل 8 سقطت على قاعدة فيكتوريا بمحيط المطار دون خسائر بشرية. وكالعادة بصمات المنفذين مجهولة وسط امتعاض واستياء من استمرار هذه الهجمات. إنها توتر العلاقات الدبلوماسية ليس فقط مع أمريكا، حتى مع الدول الأخرى. ترى الموضوع مو موضوع دولة واحدة، الموضوع موضوع دول أخرى إحنا بحاجة إليها اليوم. لذلك يعني أعتقد أن الكل هو مجمع على عدم الرضا في هذا الإطار. ويبدو أن العراق دخل مرحلة الصيف الساخن، ولعل استهداف قاعدة فيكتوريا هي البداية لفصل جديد ساخن من حرب الكاتيوشا، حرب تخلق مناخا أمنيا مضطرب. واستمرار هذه الحرب قد تكون عواقبها وخيمة من منظار أمني على العراق. أعتقد أي عمليات عسكرية هي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي حينما تحدث عمليات وانتهاكات أمنية سواء كان قصف مقرات دبلوماسية، قصف مقرات عسكرية، استهداف عاملين، استهداف مواطنين، استهداف أسواق، وهذا كله يتعلق بزعزعة الأمن والاستقرار. وابل الصواريخ التي تتساقط تمثل التحدي الأبرز للحكومة والأجهزة الأمنية في إطار حصر السلاح المنفلت وكبح جماح الجماعات المسلحة. لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن وقف الهجمات يتطلب قرارا سياسيا تجتمع حوله أطراف داخلية وإقليمية لإنهاء تلك الهجمات وكتابة النهاية لحرب الكاتيوشا. من العاصمة العراقية بغداد، بدر الركابي، اليوم.